السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم قناة أخبار وزارة التربية. أول بأول للعلم كانت اسمها تسريب رئيس الوزراء 2020، لا تخابطون بين كل القنوات، هاي قناتي الخاصة. آخر خبر، امتحانات السادس الإعدادي نزلوا وزارة التربية 3 نقاط مهمة للصفوف السادس الإعدادي فقط. الخبر الأول يقول امتحانات الصف السادس الإعدادي ستجري بموعدها المحدد في 9 من آب المقبل. أما النقطة الثانية تقول لا توجد حتى الآن مقترحات بشأن امتحانات مرحلة السادس الإعدادي، يعني أنتم كذلك حالكم حال الثالث متوسط، من كانوا ما يحجون بقراراتهم وكانت كل جلسة يعقدوها ما يجيبون طالب الثالث متوسط إلى وصلوا الحل النهائي وحسبوا لهم درجة نصف السنة. أما النقطة الثالثة تقول المقترحات عادة يتم دراستها وأقرارها في ضوء الظروف الراهنة والأزمة الوبائية العالمية. افتهمت يعني كل خبر يعني موضح بشكل مفصل، يعني ذن النقاط كلهن يوضحن امر الطلاب السادس الاعدادي. طلابنا الاعزاء، انتم انا كما وصيت طلاب الثالث متوسط ما عليكم باي قرار، عليكم بدرسكم فقط، اقروا الدروس وحافظوا على دروسكم على مود شنو اي قرار ينزلونه انتم حاضرين الكل شيء. بنهاية الفيديو اتمنى كل التوفيق لطلابنا الاعزاء. طبعا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الاشعارات تصلك كل اخبار العاجلة من وزارة التربية اول باول، حتى مرشحات وشرح كل شيء يوصلك من قناتنا ان شاء الله، والى اللقاء.